السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل دروسنا في المقياس لوجيك كومبيناتوار سيكونسيال بعد الانقطاع الذي دام فترة تقريبا حوالي شهر أو 25 حوالي 20 يوم بالضبط. وصلنا إلى الفصل السادس وهو العدادات لكونتور. هذا هو الفصل السادس للكونتور. نحاول أن نكمل الدروس. إذن الشابتر السيس للكونتور، ما معنى العداد؟ العداد هو عبارة عن دارة كهربائية تعطي لنا تعداد سواء تصاعدي أو تنازلي، يعني تعطينا تعداد مثلا 0 1 2 3 4 5 6 وهكذا، هذا التصاعدي أو تنازلي حسب قيمة الكبرى للعداد. مثلا إذا كان هكساديسيمال يعني F E, D, C إلى صفر صفر وهكذا، هذا عداد تصاعدي وهذا عداد تنازلي. العداد التصاعدي أو العداد التنازلي دائما العنصر الأساسي في العدادات هو القلاب لا باسكيل. القلاب هو العنصر الأساسي في العداد، الباسكيل هي العنصر الأساسي. طبعا شفنا الفصل اللي قبل هذا هو فصل خامس، شفنا أن عندنا الباسكيل RS وعندنا الباسكيل GK وعندنا الباسكيل D وعندنا الباسكيل T. عادة نتعامل في العدادات بالباسكيل جيكا والباسكيل دي، عادة هما هذا الاثنين المشهورين، لكن نقدر نستعمل الأهراس ونقدر نستعمل تي في العداد. العدادات عندنا نوعين، عندنا أسينكرون يعني لا تزامني، وعندنا سينكرون تزامني ولا تزامني ولا تزامني. وش معنى تزامني وش معنى لا تزامني؟ لا تزامني معناها إذا كان عندي قلاب أول قلاب ثاني مثلا قلاب ثالث، ثلاث قلابات باسكيل جيكا مثلا، وهذا المؤقت. لما نقول أسينكرون يعني لكل قلاب مؤقت يختلف عن المؤقت الأصلي اللي هو آش. عادة المؤقت القلاب الأول هذا يكون مؤقت تاعه هو الأورلوج آش، المؤقت للقلاب الثاني عادة يكون هو المخرج هذا أو المخرج هذا، يعني مخرج القلاب الأول. إذا فرضنا هذا A وهذا B وهذا C، فإن مؤقت القلاب أو الباسكيل B، مؤقت الباسكيل B الأورلوج الباسكيل B هو إما يكون QA والله كي بار A، يعني إما هذا أو هذا، نفسه هنا إما يكون هذا أو هذا، هذا يسموه لا تزامني. بينما القلاب العداد التزامني يكون جميع القلابات تولي باسكيل أون لو ميم أورلوج، عندهم نفس
المؤقت h. لاحظوا عد بنفس المؤقت h، هذا يسموه تزامني، هذا يسموه لا تزامني. شفتوا الفرق؟ هذا الأولى عندها h، الثانية عندها مخرج المؤقت تاعها هو المخرج من هذون، والثالثة المؤقت تاعها هو المخرج اللي قبلها، وهكذا. بينما في التزامني عده من نفس المؤقت h. هذا هو الفرق بين سينكرون اسينكرون، تزامني ولا تزامن. طبعا وقلنا نقدروا نقسموا العدادات الى تصاعدي وتنازلي، تصاعدي وتنازلي في هذا، وتصاعدي وتنازلي في هذا. هذا فيه تصاعد وتنازل، هذا فيه تصاعد وتنازل. إذن العداد يتميز بنقاط معينة. أولا أسكو هل هو سينكرون أو أسينكرون، الحالة الأولى. ثانية هل هو تصاعدي بروغريسيف إذا كان عداد، أو تنازلي ريغريسيف، تصاعدي تنازلي. والشيء الثالث اللي هو يسموه الموديلو، وهو العد إلى كم يصل، إلى لما نعد مثلا، لما يكون عندي عداد يحسب من صفر إلى سبعة. لاحظوا مليح، عداد يحسب من صفر إلى سبعة، هذا نسموه موديلو ويت، نسموه موديلو ويت، لأنه فيه ثمان قيم، من صفر إلى سبعة ثمان قيم. لو يكون عندي عداد يحسب من صفر إلى عشرة، من صفر إلى عشرة، صافي كم عندي قيمة هنا؟ 11، نقولو موديلو 11. عندي عداد يحسب من صفر الخمسة، نقول هنا موديلو 6، وهكذا. إذا العداد يتعرف هل هو سينكرون أسينكرون، تزامني لا تزامني، تصاعدي تنازلي، وقيم العد، طريقة العد، يعني موديلو كذا، يعني كي نعود نجاوب في تمرين مثلا. احيانا يعطيك في التمرين يعطيك شيما مثل هذه، ويقول لك اعطي لي هذا العداد وشنو راح تذكر له. لازم تذكر هذا الاربع نقاط، كونتور اللي هي القيمه، لانه هناك شيما مثل هذه بصح ماهوش كونتور، يسموه ريجستر. وبالتالي لازم نقول كونتور عداد، سينكرون ولا اسينكرون، بروغريسيف ولا ريغريسيف، موديلو كذا، يعني كونتور مثلا بروغريسيف اسينكرون موديلو ويت مثلا. هذون اربع نقاط، هل هو عداد ام ريجيستر، طبعا لازم تذكر العداد، تذكر سينكرون ولا اسينكرون، تذكر تصاعدي ولا تنازلي، وتذكر الموديلو اللي هي قيم العد، قيم العد. هذه بشكل عام. الآن هنا حكينا على سينكرون أسينكرون. مثلا خذوا هذا المثال، هذا المثال اللي هو أمامكم، عندني باسكيل، هذه جيكا، هنا عندي الأورلوج يدخل الباسكيل رقم واحد، ومن بعد الأورلوج تاع الباسكيل الثانية هو من خرج الباسكيل الأولى، والباسكيل الثالثة الأورلوج تاعها هو من خرج الباسكيل الثانية. إذا هذا وش يسموه؟ نقولوا أسينكرون مباشرة، كونتور أسينكرون. وش يبقى؟ يبقى هل هو تصاعدي ولا تنازلي، واللي هو الموديلو. الموديلو راه واضح، طبعا راح نحكو عليه الموديلو بالضبط كيفاه نخرجو. نخرجو من عدد القلبات، هنا عندي ثلاث قلبات، إذن 2 أس 3 يساوي 8. إذن موديل ويت يحسب من 0 لـ 7، لكن هل هي تصاعدي أم تنازلي، يعني من 0 لـ 7 ولا من 7 لـ 0، هذا نعرفه برسم
الكرونوغرام هذا، هنا تلاحظوا باللي الهرلوج راهو يعمل بالجبهة النازلة، هاي وين عندي الدائرة صغيرة يعني الجبهة النازلة فرون ديسوندو. إذن ها هو الهرلوج اش ينزل هنا هنا هنا، يعني تغير القلاب المخرج الكي أ، هذه فرضنا هذه أ وهذه بي وهذه سي، تغير الكي أ يكون مع الجبهة النازلة الاش. شوفوا مليح، القيمة الأولى صفر، لما جات الجبهة النازلة طلع واحد، لما جات الجبهة الثانية رجع صفر، رجع واحد، عليها رجع صفر واحد صفر واحد صفر واحد، هذه شفناها في الدروس تاع الفصل الرابع، لأنه هنا عندي الجي والكا تساوي واحد واحد، ولما تكون الجي والكا فيها واحد واحد، معناها كل ما تجي جبهة صاعدة أو نازلة حسب الدارة نتاعي، كما هنا عندي نازلة، كل ما تجي جبهة نازلة راح ياخذ عكس القيمة السابقة. هنا عندي صفر راح ياخذ العكس تاعها ترجع واحد، وبعد المرة الجاية ياخذ عكسها ترجع صفر، وبعدها تجي ياخذ عكسها ترجع واحد، وبعد صفر واحد، وهكذا. إذا يكون الخرج تاع الكي أ اللي هو هذا يكون بهذا الشكل طول. الآن الخرج تاع الكي بي، الكي بي اللي هو هذا، الهرلوج نتاعو يعني المؤقت تاعو هو الكي أ، يعني هذه الكي أ وين كاين فرون ديسوندو، كاين هنا فرون ديسوندو، كاين هنا فرون ديسوندو، كاين هنا فرون ديسوندو، وبالتالي كل ما يكون عندي فرون ديسوندو راح يكون كاين تغير عكس الحالة السابقة. الحالة السابقة هنا عندي صفر، لما جات فرون ديسوندو عادت واحد، لما جات فرون ديسوندو الثانية عادت صفر، لما جات الفرون ديسوندو الثانية عادت واحد وعاد صفر وهكذا. وبنفس الطريقة عندي الخرج تاع الكي سي يتغير بدلالة الهرلوج تاع الكي بي، يعني الكي بي الفرون ديسوندو تاعها ها هو وين، هنا عندي هذه كامل هاي صفر، ومن بعد لما جات الفرون ديسوندو اللي هي الكي بي رجعت هذه كامل واحد حتى نجي الفرون ديسوندو الثانية ترجع صفر. الآن لو نكتب هذا القيم، لاحظوا مليح، صفر صفر صفر، نكتبها هنايا في الورقة. لازم تعرفوا حاجة باللي الباسكيل القلاب اللي يكون مربوط مباشرة في الاش هو الال اس بي، هو اللي يمثل ال اس بي، والقلاب الاخير هو اللي يمثل ام اس بي. يعني القيم عندي كما هاك، كي سي كي بي كي أ، راح ناخذ القيم ونكتبها. عندي القيمة الأولى هي صفر صفر صفر، بعد صفر صفر واحد، بعد صفر واحد صفر، صفر صفر صفر، صفر صفر واحد، بعد صفر واحد صفر، ومن بعد صفر واحد واحد، واحد صفر صفر، صفر واحد واحد، واحد صفر صفر، من بعد واحد صفر واحد، بعد واحد واحد صفر، بعد واحد واحد واحد. هذه القيم لو نشوفوها بالقيم بالديسيمال وشحال تساوي، هذه صفر، هذه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثة، هذه أربعة، خمسة، ستة، سبعة. بعد السبعة اللي هي هاي واحد 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 اللي هي سبعة ترجع صفر صفر صفر، يعني يرجع العداد اللي القيمة الأصلية تاعو وهكذا، ويصبح يدور من صفر لسبعة. إذا هذا وش نلاحظوه، هذا سان كونتور، هذه أول حاجة، بروغريسيف تصاعدي لأنه يحسب صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة. لما نشوفوا الشكل هنا أسينكرون، موديلو ويت، علاه؟ لأنه يحسب من صفر سبعة عندي ثمن قيم، موديلو ويت، هذه هي مواصفات هذا العداد، مواصفات هذا العداد هي هذه، كونتور بروغريسيف أسينكرون موديلو ويت. خلاص طبعا كي هنا عندنا موديلو ويت نقدر نقول عليه أوكتال، أوكتال يعني يحسب من صفر لسبعة اللي هي القيم ثمن قيم اللي هي أوكتال.
لو كان نحسب حتى 16 نقولوا عليه هيكسا ديسيمال، كونتور هيكسا ديسيمال ولا موديلو 16. فقط كاين ملاحظه في حاله الاسينكرون، في حاله الاسينكرون عدد لي باسكيل، لو نومبر دو باسكيل هو اللي يعطي لي الموديلو، هو اللي يعطي لي الموديلو وشحال يحسب. مثلا حاب نحسب من 0 ل 7 كم هنا قيمه، عندي 8 قيم، 8 وشحال تساوي 2 اس 3، اذا هذا هو لو نومبر، نومبر دو باسكيل. خلاص مثلا حاب نحسب من 0 حتى ل 15، من 0 حتى ل 15 شحال قيمه، هي 16 قيمه اللي هي 2 اس 4، دونك الاربعه هذه هي لو نومبر دو باسكيل، يعني نحتاج اربع قلابات في الداله نتاع في الشيما نتاعي، نحتاج اربع قلابات. هنايا هذا اوكتال اللي هي 2 اس 8، 2 اس 3، نحتاج ثلاث قلابات. اذا عدد القلابات نعرفه من خلال القيمه الموديلو، هذا في الحاله العامه. طبعا هناك حالات خاصه راح نعرفها في الان. ناخذ اولا نكمل المثال تاعنا، نعاود نرسم الشيما نتاع القلاب هذا، نرسم الشيما نتاعو هنا، نعاود نرسم الشيما نعطيكم فكره اخرى. مثلا عندي القلاب اوكتال باسكيل جيكا، اورلوج اش، قلنا لا سورتي تاعي هذه تروح لواحد واحد واحد واحد، يعني 5 فولت. لا سورتي تاع الاش هاي منا. هذا واش لقيناه؟ لقيناه لما اني ناخذ القيم، ناخذ الكي ا مع الكي بي مع الكي سي، راح نحصل على كونتور اسينكرون بروغريسيف موديلو 8. خلاص كونتور اسينكرون بروغريسيف موديلو 8، هذا واش حصلت عليه واللي هو شفتو قبل. تصوروا لو ناخذ هذا، ناخذ الكي بار مثلا، كي ابار هي تعود المخرج تاعي، واش راح نحصل؟ نخلي نفس الرسم ديال هذه، نفس الشيما هذه، لكن ما ناخذش كي ا كي بي كي سي، ناخذ الكي ا بار كي بي بار كي سي بار. واش راح ترجع الكونتور هنايا؟ يرجع نفسه هنا كونتور اسينكرون، بصح ما يرجعش بروغريسيف، ما يرجعش تصاعدي، يرجع ريغريسيف تنازلي موديل 8. علاه؟ لانه لما يعود هنا عندي صفر صفر صفر، راح في الجهه الاخرى راح يعود عندي واحد واحد واحد، ولما تجي القيمه الثانيه اللي هي صفر صفر واحد، طبعا بعد صفر يجي الواحد، واش راح يجي؟ راح يجي هنا عكسها واحد واحد صفر، هذه واحد 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 هي سبعه، والواحد واحد صفر هي سته، اذا هاو تنازلي، هذا منه اذا خذيته يعود تصاعدي، كي ناخذو منه يعود تنازلي، اذا نفس العداد، وانما خذيت القيم بالنفي. يعني المخرج الثاني للباسكيل عاد عندي كونتور تنازلي، ها وين 7 6 5 4 3 2 1 0 ويعاود. اذا يصبح الكونتور يسموه ريغريسيف، يعني تنازلي موديل 8. هذه في حاله ما خذينا ناخذ الكبار، كبار تاع كل باسكيل. الان نعطيك مثال باه تفهموا الكونتور له. وش معنى الكونتور؟ خذينا نفس الكونتور ها وين العداد باسكيل جيكا جيكا جيكا، مربوطه هنا في الواحد، هذه الاش، المخرج مربوط هنا مربوط هنا، طبعا هنا راه فرون ديسوندون، هنايا ما تنساوش هذه راه بالفرون ديسوندون باش تعود يعود صحيح، لانه يعني كان ندير فرون فرومونتو راح يتبدل كل المعنى. هنا فرون ديسوندون هذا هو الكونتور. لو تتذكروا هذا الشيما هذه ترانسكودور حليناه في
الشابت رقم 4 لما حبينا نديرو لافشور سات سيغمو. لافشور سات سيغمو المخارج تاعها هما A B C D E F G H اللي هما لي سيغمو هادون A B C D E F G، وإذا كانت كاينة البوان فيرغيل تعود H. باه نخلو القيم هاي تشعل صفر واحد اثنين ثلاثة، هادي حليناها وخرجنا لي زيكواسيون. هادوك لي زيكواسيون راح نرسمو بها شيما، وديجا رسمناها رانا رسمناها في الفصل رقم 4. تصوروا الشيما راهي هي هنا، هي اللي موجودة هنا. أنا هنا في الحالة تاع التمرين اللي حليناه فيها أربع مخارج هنا، أربع مداخل هنا، لأنه يحسب لي من صفر حتى لتسعة، ومن صفر حتى لتسعة نحتاج أربع مخارج، لأن تسعة تشكل عبارة عن واحد صفر صفر واحد، يعني فيها أربع مخارج، وبالتالي نحتاج وراح القيمة اللي راح تخرج هنا حتى لتسعة، والباقي وسميناه العنوان بالضبط سميناه الفونكسيون انكومبليت. هنا في الحالة هذه راح ناخذ ثلاثة فقط، راح ناخذ ثلاث مداخل نشكل منهم ترانسكودور اللي يعطي لي القيم من صفر حتى لسبعة، يحسب لي من صفر حتى لسبعة، لأن السبعة هي آخر قيمة تكتب على شكل واحد واحد واحد. إذا فتت فوق السبعة اللي هي القيمة ثمانية، ثمانية نحتاج أربع مداخل، وأنا عندي ثلاث مداخل. إذا هذو ثلاث مداخل راح ناخذهم مباشرة من الكي أ والكي بي والكي سي، يفوتوا على الترانسكودور، ومن بعد يفوتوا على يروحوا لافشور سات سيغمو، بحيث لما تجي النبضة اش فرون ديسوندون الأولى راح تخرج هنا صفر صفر صفر، هذه يشعل هنا صفر. لما تجي النبضة الثانية ترجع واحد صفر صفر راح يشعل هنا واحد. النبضة الأخيرة راح تعود واحد 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 راح تشعل هنا سبعة. وهذه إن شاء الله إذا لقيت الوقت راح نخدم لكم مثال باللوجيسيال لوجيسيم، هذاك اللي شفناه من قبل، إذا لقيت الوقت إن شاء الله. الآن نشوفوا مختلف ربط القلابات اللي نحتاجها في الباسكيل جيكا. حكينا قلنا الباسكيل جيكا باش نربط اي باسكيل، يعني حكينا على الباسكيل جيكا، قلنا باش نتحصل على كونتور الباسكيل جيكا لازم الجي تتربط في الواحد والكات تتربط في الواحد، هذه اش هذه كيو هذه كي بار. حاب نحصل على نفس النتيجة للباسكيل جيكا بصح باسكيل ارس، راح يكون الربط كما هاك. هذا اش، الاس نربطها مع الكيبار، والار نربطها مع الار. طريقة الربط هذه تعطي لي نفس الربط هذا في الجيكا. في الباسكيل دي عندي نفس طريقة الربط اللي هي كما هاك، دي اش كي كبار، راح نربط الكي مع دي، كبار مع دي كما هاك، نحصل على نفس هذه وهذه وهذه، يعطوا لي نفس المخرج، يعطوا لي نفس المخرج كي هذا. يعني اذا فرضت هنا راه فرومونتون، الاش هذا راه فرومونتون مثلا، راح يتغير كما هاك، هذا الاش الفرومونتون، كي جيكا راح تعود كما هاك، والكي ارس راح تاخذ نفس شكل جيكا، والكي دي راح تاخذ نفس تغير جيكا. يعني هذه التغيرات كيف مع تغير الاش، بشرط هذا الربط، ربط كما هكا واحد واحد، والله هذه بهذا الشكل، والله هذه بهذا الشكل، خلاص. هذه هي اللي راهي موجودة هنا في المثال. يعني نقدر انا في الكونتور هذا نقدر ناخذ جيكا هذه، نح الجيكا ونجي في بلاصه الدي بهذا الشكل، لصق الدي في بلاصه تعطي لي نفس العملية، والله الارس تعطي لي نفس العملية. الان
راح ناخذ مثال اخر. مثال هذا بالباسكيل اراس. هنا المثال بالباسكيل اراس، ها هو دي كونتور، يعني دي كونتور احيانا نقولوا دي كونتور، والله نقولوا كونتور ريغريسيف تنازلي كيف كيف. موديل ويتا باز دو باسكيل اراس، لاحظوا الفرق. هنا هاو فرومونتون، فرومونتون لا سورتي ناخذها من كي زيرو كي ان كي دو. ولاحظوا الاراس كيف راهي مربوطه، الاس مربوطه بالكي والاس مربوطه بالكي بار، نفس الفكره هنا، نفس الفكره هنا. والورلوج تاعها اللي جاي من لا سورتي تاع هذه، والورلوج تاعها اللي جاي من لا سورتي تاعها، يعني هذه هي نفسها جي كا وجي والكا مربوطين في الواحد واحد. هنا جي كا وجي والكا مربوطين في الواحد واحد او بالطريقه هذه. راح تعطي لي نفس هذا الكرونوغرام هذا واللي هو 0 7 6 5 4 3 2 1 0، يعني تنازلي. اما نقولوا كونتور ريغريسيف موديل ويت اسينكرون، ولا نقولوا دي كونتور مباشره. كي نقول دي كونتور معناها كونتور ريغريسيف، دي كونتور اسينكرون موديل ويت. موديل ويت لانه يحسب من 0 ل 7 اللي هي 8 قيم. الآن راح نعطيكم بسرعة، نعطيكم مختلف، وركزوا مليح، مختلف الربط. طبعا تعامل طول مع الجيكا مباشرة. هنا تلاحظوا بلي كامل الحالات، كامل هنا الحالات مربوطين بالفرومونت. ها فرومونت هذا أول ملاحظ، فرومونت كاملين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هنا راهو أسينكرون، كاملين أسينكرون. الآن راح نعطيكم النقطة الثالثة، أنه عندي تروا باسكيل. مادام عندي تروا باسكيل يعني كامل راه يحسب أوكتال، يعني يحسب من 0 ل 7 في كاملين الحالات هذول. يبقى الآن شوفوا هنا واش راني كاتب لكم، هنا كاتب لكم كونتور ريغريسيف موديل ويت. علاه هذا ريغريسيف؟ لأنه هذا فرومونتون، فرومونتون ولا سورتي من كي أ كي بي كي سي. حافظت على نفس الشكل بصح لا سورتي ديتها من كي أ بار كي بي بار كي سي بار، ديتها من البار. واش عاد؟ عاد كونتور هنا ريغريسيف، عاد بروغريسيف موديل ويت. خلاص الفرق بين هذا وهذا فقط المخرج، هنا ملكي هنا ملكي بار، هنا ملكي هنا ملكي بار. الآن عكست الفرومونت لورلوج، لورلوج هنا تلاحظوه بلي في الحالتين الأولين جاي ملكي، هنا ملكي هنا ملكي هنا ملكي. الحالة الثانية جاي ملكي بار كبار كبار. لاحظوا الحالة الثالثة والرابعة لورلوج تاع الثانية وتاع الثالثة جاي ملكي بار، وبالتالي واش راح يرجع في الخارج؟ الحالة الأولى هنا لما يكون الخارج كي أ كي بي كي سي راح يعود بروغريسيف، ولما يعود في الحالة الثانية راح يعود ريغريسيف، يعني هنا تصاعدي تنازلي. إذا هنا تصاعد، هنايا تنازلي كونتور ريغريسيف موديل ويت، عداد تنازلي يحسب القيم من 0 ل 7، عداد تصاعد يحسب القيم من 0 ل 7، عداد تصاعد يحسب القيم من 0 ل 7، عداد تنازلي يحسب من 0 ل 7. الفرق الآن في هذه وشني؟ أني بدلت الفرون ديسوندون، هذه فرومونتون وهذه فرون ديسوندون. لما يعود فرون ديسوندون راح تنقلب القضية كاملة، ترجع هذه هاني حافظت على نفس الشكل الأول، حافظت على نفس الشكل الأول فقط، هنا فرومونتون اللي بعدها راح يعود فرون ديسوندون. هنا واش راك تلاحظوا؟ تلاحظوا تلاحظوا ريغريسيف، في الجايه راح يرجع بروغريسيف. علاه؟ لاني خذيت هنا فرون ديسوند، وبالتالي هذو الربعه كامل عكس الربعه اللي قبل، هذا بروغريسيف ريغريسيف ريغريسيف بروغريسيف. هذه مهمه، انا حبيت نختصرهم كاملين قدامكم باش تشوفوهم تتصوروا معي الحاله هذه. طبعا هنا عطيتكم وش معنى الرموز هذه، سي معناها كونتور، بي معناها بروغريسيف، ام معناها موديلو ويت،
وهنا الار معناها ريغريسيف، هذا تصاعدي هذا تنازلي. الان نحبس هنايا عند هذا العنوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.